لا يختلف واقع المنشآت التعليمية بقرية جاجاياي التي تبعد 30 كيلومترا عن مقاطعة النعمة بولاية الحوض الشرقي عن غيرها من القرى النائية الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني. تواجه المدرسة الوحيدة بالقرية والتي يعود تاريخ إنشائها إلى مطلع الثمانينات مخاطر جمة، فقد غادت مختلف أبنيتها قاب قوسين أو أدنى من السقوط بفعل عاديات الزمن وإهمال السلطات المعنية لها، وضع يدفع مئات الأطفال إلى هجر مقاعد دراسة أو البحث عن أخرى أكثر أمنا وأمانا. طالب كنت أقرأ في المدرسة وهاجرت منها بي ماني راي هون بلاصه نقرا فيها، الاساتذه ما عندنا واقسامنا ملالي من اللي احنا وش عقارب ومطايحين وكواها ورايحه وركه طالبين من الدوله ان تعدلها لنا. هي خاصه ذاك نعم جاتنا اصحاب خسرته سرطة الكام مغطي بها طالب من الدوله تعدلها لنا. يعبر السكان هنا عن امتعاضهم مما وصفوه إهمال السلطات القائمة على الشأن التعليمي في البلاد جراء ضعف الرقابة على المرافق التعليمية وهشاشتها، داعين الحكومة الموريتانية إلى انتشال المدرسة من وضعها الحالي. مدرسة متهالكة، كيف تعرفوا فيها هون الباب متكسر وزلولته وذا الشيء، تحتاج للصيانة وتحتاج لإعادة ترميم، ونطالب الدولة بأنها تعدلنا تبني لنا مدرسة جديدة باللي بجنبنا بعض القرى هون عندهم مدارس عدو حديثين مقارنة مع هي. هذا نظرا لأن القرية التوينية تعتبر عدد أسرة كبيرة شوي وتحتاج يعني ينظر العين الاعتبار لهذه المدرسة وتغير. هكذا تستعد مدرسة جاجاياي لاستقبال العام الدراسي الجديد على وقع تهالك أقسامها، وضعية تبين حجم الإهمال الذي يقول سكان المناطق النائية إن المنشآت التعليمية تتعرض له، واقع ينتظر لفتة من السلطات الرسمية المعنية تنقذ الأطفال وتضمن لهم مستقبلا أفضل. من قرية جاجاياي بولاية الحوض الشرقي، أحمد البابية، قناة المرابطون.